صلاح وماني كل شويه يتخانقوا، الموسم اللي فات يتخانقوا والموسم ده يتخانقوا، مش عارفين في ايه، وهل صلاح هو اللي بيكره ماني ولا ماني اللي بيكره صلاح ولا مفيش اي حاجه من الكلام ده كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة صاحب الكورة، أهلا بيكم. طالما وصلك الفيديو ده أستأذنك تنزل تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان تدعمني. حصل النهاردة مشكلة كبيرة جدا جدا محدش فاهمها لغاية دلوقتي. بعد التغيير اللي عمله يورجن كلوف في الدقيقة 85 بخروج ماني، شفنا حاجة غريبة حصلت. شفنا ماني خارج بيزعق وبيشوح وبيشتم وبيزعق وعمال يشاور وعمال يعمل، وميلنر يهديه ويورجن كلوب بيبص عليه ورا ويضحك، والناس اللي على مقاعد البدلاء يهدوه، وماني عمال يزعق وفي حاجة مشكلة كبيرة محدش فاهمها خالص. طيب الناس او الصحف العالميه اتكلمت ان المشكله دي كانت بسبب ان محمد صلاح في الدقيقه 83 او 84 راح بكره على الجون ومرضيش يمرر لماني اللي كان خالي تماما تماما من الرقابه، وساب ماني لوحده وحب ان هو يروح يرقص او يشوط لغايه ما الكره ضاعت وما دخلتش هدف، وده اللي ضايق ونرفز ماني، وبعدها على طول يورجن كلوب خرج ماني. بس عايز اقول حاجه صغيره جدا جدا للناس اللي بتوقف مع ماني او واقفه مع صلاح او الكلام ده كله. طبعا صلاح ابننا، صلاح فخر العرب، وكلنا بنتضايق لو حد عمل له كده، بس احنا دايما نتكلم بالحق وبحق ربنا. ممكن يكون صلاح ما بصاش الكوره، بس دي فرقه كسبانه 3-0 وده راجل عايز يحتفل مع بقيه اللعيبه ويجيب جون هو كمان. ماني جاب جون وفيرمينيو جاب جوان، يعني طب ما خلاص صلاح عايز يجيب جون هو كمان، ايه المشكله؟ ما فيهاش مشكله خلاص، ده يعني ده الهدف الرابع لو كان دخل كان هيخش، فما فيهاش لازمه قوي ان ماني يزعق ويتنرفز ويتخنق قوي كده لو كان ده فعلا السبب الرئيسي. بس اعتقد ان ده السبب الرئيسي، لان يورجن كلوف في اللقاء الصحفي بعد المباراه قال ان سبب ان ماني اتنرفز واتضايق وزعق ما كانش بسبب التغيير، لا ده كان بسبب ان في كره احد من زملائه ما رضيش يمررها له، واحنا حلينا المشكله دي في غرفه الملابس ولا يوجد شيء الان. طيب مع ان ابو تريكه طلع واتكلم في بين سبورت ووصف محمد صلاح النهارده بالاناني في الكره اللي ما رضيش يبصيها لماني، بس برده رجع ابو تريكه وقال ان ماني ردت فعله مبالغ فيها وما كانش المفروض يبقى للدرجه دي، ده كمان بسبب ان الفريق كان كسبان 3-0 والجون ده لو كان دخل كان هيبقى الرابع، تعزيز فوز في اخر 5 دقائق في المباراه. طب ما تيجوا نبص الموسم اللي فات كده ايه اللي حصل ونعمل فلاش باك سريع كده. شوفوا الكوره دي كان ماني برده رايح على الجون وكان محمد صلاح واقف على جنب وكان المفروض ماني يبصها له. ماني ما هوش مستر اسيست، يعني ما هوش خلاص اللي بيضحي بكل حاجه في الدنيا عشان خاطر يبص لمحمد صلاح، ما هو سابه في الكوره اهي وما رضيش يبصها له، فعادي بتحصل. وشوف النتيجه هنا كانت كام والنتيجه هنا كانت كام، واتفرج على الماتش ده واتفرج على الماتش ده واتفرج على الهجمه دي واهميه الماتش ده واتفرج على الهجمه دي واهميه الماتش ده. مش للدرجه دي يا عم ماني، بالراحه مش قوي كده، ما تظهرش حتى مشكلتك للعلن، خش في غرفه الملابس وتخانق مع محمد صلاح يا عم براحتكم وامسكوا بعض، بس مش كده، ما يبقاش الغل قوي كده واوفر قوي كده. فكل الدعم لمحمد صلاح وكل الدعم لفريق ليفربول وكل الدعم ايضا لماني. عادي نرفزت ملعب بتحصل، ماني لعيب كبير وافريقي كبير، محمد صلاح لعيب كبير، يورجن كلوب مدرب كبير، ليفربول فريق كبير. نتمنى 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 ان ما يكونش الخلافات ما بين اللاعبين في ارض الميدان، لان احنا بنحاول عامه في كره القدم في العالم ان احنا ننبذ التعصب وننبذ الخلافات وننبذ النرفزه ونخلي اللعبه لعبه جميله، لعبه راقيه ما فيهاش نرفزه وما فيهاش زعل، مش على كوره يعني، لكن مفيش مشكله، دي نرفزه ملعب.